ايه رأيك في اسعار اللعيبه في الدوري المصري؟ كويس، حلوه، مش جميلة مبالغ فيها. بالنسبة للي احنا بنشوفه دلوقتي. لا ما اعتقدش بالنسبة للي احنا شايفينه مثلا كدوري سعودي والأندية دي والدوريات التانية. لا مش تعب الدوري السعودي، في الدوري المصري شايف ان المنطقي ان ممكن يكون لعيب في الدوري المصري يوصل ل 40 مليون جنيه؟ في ناس معينة بس مش مين اللي الأغلبية يسوى العظمى. 40 مليون جنيه في الدوري المصري يا محمد؟ هو اتدفعت فيه قبل كده عبد الله السعيد. في لعيب تاني مثلا يعني زيزو، لو انت مثلا هتقيمه كقيمة تمام، ممكن يوصل لكام؟ نفس المبلغ او اقل، حاجه بسيطه. انا شايف ان دي اسعار طبيعية في الدوري المصري. لعيبه معينه، الخامة او لكواليتي القماش بتاعت لعيبه اللعيبة معينه، لكواليتي لعيبه معينه. زي مين؟ مين اللي يستحق الملايين الكتير دي في مصر؟ مثلا احنا قلنا عبد الله، زيزو، شيكا، فتوح، من الاهلي ممكن حمدي فتحي. كنت 40 40 40 يعني ما انت بقى وصلنها، انت عايز 40 35 اقل براحتك، 38. بس في لعيبه كتيره كواليتي يستاهل الارقام دي.